وجيت المهنة دي حباها خالص، والزبائن حبتني، وبقيت عادي بالنسبة لي. أنا بقيت إن أنا حبيتها خالص، وبقيت عادي بالنسبة لي، وخدت نشاط حلو يعني. لك كم سنة في المهنة؟ لي 15 سنة في المهنة دي. وهو يعني قاعد وضع يعني، وأنا بقيت بقانو وتحملت مسؤولية يعني. أنا أخذت القرية دي عشان نفسي، أعتمد على نفسي، وأخذت المهنة دي حلوة عشان أنا بجيب بها الحلوة، وبهم بلقطها هني ووديها المذبح، وأختي مصلة خانة، وكل شيء تمام، ولحمة كويسة، والزبائن رغباني، وكل شيء تمام ماشي.